القرآن الكريم في آيات متعددة يحتوي على اللعب. في سورة الأحزاب آية 64 يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. هذا لعن الكافرين، كل الكافرين. في سورة الأحزاب آية 57 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كل من يؤذي الله ويؤذي رسوله هذا مشمول باللعنة الإلهية. الله تعالى يقول في سورة البقرة آية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عنوان آخر في سورة المائدة آية 78 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نبيان عظيمان شملا هذه الطائفة باللعن. عنوان آخر في سورة المائدة آية 64 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. عنوان آخر في سورة النور آية 23 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. في سورة هود آية 18 ألا لعنة الله على الظالمين، كل الظالمين. في سورة القصص 42 في فرعون وجماعته الله تعالى يقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في سورة الحجر آية 35 الله تعالى يخاطب الإبليس وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في سورة الإسراء آية 60 الله تعالى يقول والشجرة الملعونة في القرآن، هاي عائلة ملعونة. فإذا اللعن موجود في القرآن الكريم حوالي 40 مرة تكررت كلمة اللعن.